كرة قدم من 11 سنة، كنت في نادي سوهاج، بعد كده رحت نادي قنا، مؤسسة عمالية، وسيد المحلة، أندية في الدوري الممتاز، وآخرهم كان ميعاد اليخت في 2019. وقبلها كنت انضميت منتخب مصر 2013 و14 و15 قبل تجميد النشاط 2016. والتجهت للتحكيم بعد الإصابة بالرباط الصليبي في 2019، والحمد لله نجحت 2021، أواخر 2021، وأول مباراة ليا كانت يوم 22/2/2022، يعني تاريخ مميز الحمد لله. انا من الناس المبسوطه ان انا طالع معاها النهارده حكمه بنت في منطقه بني سويف، وده حدث جديد على محافظه بني سويف. وهي الحكمه هاجر حجاج، بصراحه ادائها ممتاز جدا وساعدتني النهارده كتير في الماتش، والمباراه عدت من غير اي مشاكل الحمد لله، وتحركاتها على الخط كويسه جدا وممتازه، غير قراراتها الفنيه قرارات ممتازه جدا، واحنا بندعمها وكلنا معاها الفتره الجايه وبنساعدها ان شاء الله، يعني تكون في اعلى الدرجات باذن الله وتحكم في الدوري الممتاز قريب باذن الله. الحمد لله نظرة الناس اختلفت عن الأول، يمكن عشان في وعي، وعشان في بنات كتير بدأت تلعب رياضة، بدأت تدخل مجالات مختلفة في الرياضة، ممكن ده ساعدنا ان النظرة اختلفت، لانهم شايفين ده بعينيهم. الأول كان واحدة تروح تلعب او تتمرن، ايه ده، دي بنت بتجري، ده ايه ده، بنت بتلعب كورة او بنت بتحكم. دلوقتي الحمد لله يعني الوعي والثقافة اتغيرت، فالحمد لله ده ساعدنا ان احنا ننطلق بالشكل اللي انتم شايفينه، يعني الحمد لله. طبعا النهارده كان في ماتش وكان معانا اول حكم مساعد بنت في الصعيد، فطبعا دي تجربة جديدة علينا وكنا مبسوطين بيها جدا، ويعني هي من اهتمامها واجتهادها هو اللي بيساعدها، هو اللي بيساعدها ان هي تلعب كويس وتحكم كويس، وده مساعدها جدا في قراراتها وفي حركتها، لان هي من قبل ما تبدا تحكم هي متدربه ازاي تتحرك بالرايه وازاي تتحرك جانبي وازاي تجري طولي في الوقت المناسب وكده، فده مساعدها جدا.